محسن، خلينا نشوف لو يعني نروح لأسوأ سيناريو، لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، في أول دقائق لقينا الوداد سجل هدف في النادي الأهلي. تاني بقول أول دقائق، مش بتكلم على 10، أنا بتكلم في تلات أربع دقايق في الأول كده، تمام، اللي هو خضك خطفك بالظبط، ده أسوأ سيناريو ممكن صحيح يواجه النادي الأهلي. صحيح. إيه الأهلي بيبقى حاطط ده قدامه إنه وارد ويعمل ايه؟ هقول لحضرتك الموقف ده حصل مرتين. كنت لسه ذكرت لحضرتك من شويه موقف الرجاء السنه اللي فاتت، وسجل بالفعل في الدقيقه 3، ومع الضغط والحماس والحاجات اللي احنا عارفينها دي، والاهلي قدر بهدوء 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 قدر يرجع ويلعب لعبه، ما اثرش عليه الضغط، وضيع ضربه جزاء علي معلول، وفي النهايه سجل هدف لمحمد عبد المنعم. بس ده ماتش مختلف. انا فاهم. في قبل كده كان في ربع نهائي الاهلي والترجي 2017 يا كابتن حشيش، لما الترجي فرض على الاهلي هنا 2-2، وراح هناك كان المدرب كابتن حسام البدري، بعديها الاهلي فاز هناك 2-1. بس من ضمن الحاجات اللي فوجئت بيها ان الكابتن حسام بدري قال لي انا كنت حاطط من ضمن السيناريوهات ان احنا نتاخر بهدف. عملوا حاجه غريبه جدا النادي الاهلي وقتها، يعني ان هو الاهلي اتاخر بهدف في الشوط الاولاني، فالاهلي بدا يتراجع، ما هاجمش. ليه ما هاجمش؟ لان الثاني خلاص مطمن، ده 0-0 اصلا ياهله. فابتدى يهاجم، لقطه الطعم، ابتدى يهاجم الاهلي، فالاهلي عن طريق الاطراف علي معلول كورتين، واحده هو سجلها والثانيه جاي يسجل وشكرا، خطف الماتش زي ما بيقولوا. ده سيناريو موجود بكره، اعتقد كولر بالشكل اللي هو عامله ده حاطط السيناريو ده، لان هو ده انا قلت لحضرتك بقى مش جون، ده جونين. انت هو جون واحد عندك بيساوي عندهم اثنين. نعم. فانت زي كابتن حشام قال لك لو الاهلي سجل هم محتاج اثنين عشان يتعادل، مش واحد عشان يفوز. فانت ما فيش اي مشاكل خالص، ريلاكس، ما تستجبش، ما تديلهمش اصلا فرصه تضيع الوقت ده. هم لو سجلوا جون، المشكله انه مش هيسجل جون، المشكله انه لو سجل جون هيضيع وقت، انت مش هتلعب كوره خلاص. هتلاقي كل واحد بقى يفتكر خالته وهينام. خلاص هو الاسلوب اللي هو احنا للاسف معتادين عليه. فاحنا ما تديلوش الفرصه دي، انت بهدوء. الاهلي حتى تلاقيه معروف عنه في يبقى مثلا ماتش الدقيقه 90 الحكم يرفع 3 دقايق وقت ضايع، والجمهور خلاص عندنا امل في الثلاثه، وبيسجل البلس 90 مشهور بالنادي الاهلي. نعم. فالهدوء اللي بيوصل النادي الاهلي حاجه زي كده، الهدوء. اعتقد طبعا كولر عارف الكلام ده، راجل بسم الله ما شاء الله عليه، بصراحه موفق جدا النادي الاهلي في التعاقد معاه. فما اعتقدش المشكله دي هتواجه النادي الاهلي، اكيد حاطط لها سيناريو اكتر مننا كمان. عشان كده يا استاذ احمد انا اتمنى، لا قدر الله، اتمنى لو النادي الاهلي جه في جون يجي في البدايه. ليه؟ لان انا اخشى من السيناريو بتاع 0-0-0-0 والشوط الثاني يمتد، ولا قدر الله حاجه بقى من الاخر من الحكم حاجه كذا كذا كذا، يبقى ما عندكش فرصه انك تعوض. انما لو الهدف من البدايه، اي فرقه في العالم، واحنا كنا لعيبه وجربنا وعرفنا، اما بجيب الهدف اللي انا عايزه اوتوماتيك، حتى لو المدرب قال اضغطوا احنا بننكمش شويه، بنحاول نحافظ على الكلام ده. وهم لا قدر الله لو جه فينا جون في البدايه هينكمشوا، هم اللي هيبقوا مضغوطين. فدي تدينا فرصه زي الشوط الاولاني، سيناريو الشوط الاولاني هنا هم كانوا مقفلين ومتكتلين. نعم. واحنا سجلنا اللي سجلنا. انما السيناريو بتاع 0-0 وتمتد وتدي للحكام برضو فرصه ان يعمل حاجه، وما عندكش فرصه للتعويض خلاص. لان زي ما استاذ محسن بيقول هيبتدي بقى اللي هيقع واللي هيتشال واللي هيضيع وبتاع. انما لو من البدايه لا، زي ما عمل مع سان داونز بالظبط كده. بالظبط كده. بالظبط كده. فهي لو لا قدر الله، احنا نتمنى مفيش طبعا اهداف، ونتمنى ان احنا نحرز من البدايه، لان دي هتغير ماتش خالص. طيب نروح للافضل بالنسبه للاهلي، هو زي ما حضرتك لسه بتتكلم انك انت اللي تسجل الاول. طبعا اجمل سيناريو. على فكره لو سجلت انا في الاول ان شاء الله انا هجيب الثاني. وهتسجل ثاني. هسجل ثاني ومش بعيد الثالث كمان، لان هيحصل انهيار تام في الفريق، والجمهور المغربي غير جمهور النادي الاهلي اللي بيشجع لغايه اخر دقيقه. هو الجمهور بتاعهم هيصور عليه لما بيحصل حاجه، بيبتدي وبيمشي ويسيبوا المدرجات وبيمشي. وشفنا شمال افريقيا كلها، وشفنا الترجي حصل في تونس ايه في ماتش الجزائر، وشفنا هو دي طبيعه، ان انا لعبت في تونس وعارف يعني. نعم. الجمهور بتاع شمال افريقيا عامل ازاي، غير مصر في تونس، مش في تونس. غير طبعا جمهور النادي الاهلي لغايه اخر ثانيه بيشجع عنده. فانا اتمنى السيناريو ان احنا نحرز هدف في الاول، صدقني هيغير كل الحسابات، وساعتها بقى هيبقى الضغط منهم غير محسوب، بيهاجم بكل قوته، ودي هتدينا فرصه كبيره يعني.